بكم جميعا، سعيد جدا بلقائكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي احسن الظروف. الحلقه اللي فاتت كان سبق لي تكلمتكم على لوجيسيال سيميلاسيون الكترونيك الكتريك كروكوديل، وعطيتكم واحد النبذه خاصه عليه والمبادئ ديالو والاستعمالات ديالو. اليوم خصصت باش ان ناخذوا هذه الحلقه ونخدموا على واحد الاكسيرسيس ونديروا لا سيميلاسيون ديالو. تابعونا جميع. اولا كنمشي نكليكي على الايقونه هذه، دوبل كليك، نديرو فيرمي لهاد لا فونيتر، نديرو فيرمي لهاد لا فونيتر، كنديرو اغرونديير. نمشيو ناخذو واحد ليكسيرسيس اللي هو عباره اليوم عن غراداتور دو لا ليمير. غراداتور دو لا ليمير الدور ديالو هو ان يمكن نغيرو في الاضاءه ونقصو بواحد لو بوتونسيوميتر بواحد سيركوي الكترونيك. تبعو جميع. كنمشيو ناخذو واحد تيرستور، فوالا ناخذو بهذا الشكل، كنجليسيو باليسر بلو بوطون غوش ونهبطو بحال هذا الشكل. ناخذو هاد السامبول الاخر ونسيبريمي هذا، ونفس السامبول الطريقه اللي محطوط بها ماشي بحال بحال، كليكيو بحال هذا الشكل، نمشيو بريسيدون، ناخذ واحد ريزيستونس، عفوا ريزيستونس فاريابل، فوالا بهذا الشكل. نمشيو بريسيدون، كليكيو هنا على لي لومب، ناخذ واحد لومب بهذا الشكل، بهذا الشكل، نديرو لا ليزو بين لي كومبوزون، فوالا هذا هو التيرستور. نديرو لا ليزيو بينهم، بينو بريزيستونس بوتونسيومتر على هاد الشكل، و نديرو لا ليزيو بين لا لومب سينياليزاسيون. نمشيو لكاشيت انود، عفوا كليكيو بهاد الشكل، نمشيو نكليكيو ناخدو واحد كونداساتور بولاريتي بهذا الشكل، ونديرو لاليزو بيناتو، فوالا. نمشيو لاليمونطاسيون، ضروري خاصها تكون كورو انترناتيف، يعني كورو كونتيني ما غاديش يخدم. من بعد غادي نشرح لكم الطريقه علاش خدينا كورو انترناتيف وما خديناش كورو كونتيني، فوالا بهذا الشكل. بار ديفو كيعطي 500 هرتز، هنا كنمشيو نشونجيو نخليوها 50، هي الريزو ديال لالين، فوالا باش كندير لاليزو. نمشيو هنا نغيرو كاباسيتي ديال الكونداساتور، كانت فيها 100 ميكرو فاراد، نعطيو حنا 1000، فوالا. هنا نمشيو نغيرو، كانت بار ديفو فيها 5 فولت، نعطيو حنايا 8 فولت، 8 فولت، فوالا باش تزيد لا ليميير. كيف ما كتشوفو انا كل ما كنغير في هاد ريزيستونس فاريابل كان فاريا لا ليميير كتغير، فوالا بهاد الشكل. ها يعني هاهي لا ليميير ديال لي لومب باينة، انا غادي نشونجيها غادي تبان لكم راه كتشونجا لا ليميير، فوالا هي كتنقص 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 حتى شبه كتنعدم. هذا كيتسمى ان مونتاج غراداتور دو لا ليمير، يمكن لكم تستعملوه، يعني فيه لي كومبوزو بساط، فيه ان تيريستور ريزيستونس فاريابل كونداساتور، وتاخذ واحد لا لومب صغيره بالشكل اللي بغيتو باللون اللي بغيتو. اليمونطاسيون ديجا راه كي 200 فير، خصك دير واحد ترانسفورماتور باش تهبط من 200 فير 12 ولا 6 ولا 6 ولا 16، سا ديبون لا لومب لي عندكم. ويمكن لكم تستعملوها في الدار والتجربه سهله. اول حاجه مانيبيليو في هاد لوجيسيال وديروا لا سيميلاسيون، من بعد بغيتو تطبقوا على ارض واقع راه ما صعيبش هادشي. نتمنى حتى الناس تكونوا فهمتوا هاد المونتاج، راه ساهل وبسيط. من بعد ما شفنا لا سيميلاسيون ديال غراداتو ديال لا ليمير، ناخذوا بعض لي كومبوزو. مثلا ناخذوا اول حاجه هضروا لا تيريستور والدياك والترياك والكوادراك. نبداو بتيريستور، الرمز ديالو تيرستور هو عبارة عن ديود كوموندي،
او على جيت تشوف راه النفس السامبول عنده دا ديود بحال هذا الشكل انود الكاثود، مي زادوا له واحد لاباط اللي هي كاشيت يلا كوموند. شنو الدور ديال هاد تيريستور؟ تيريستور الدور ديالو هو انه يفتح بواحد لا كوموند اللي تجي عباره عن امبلسيون ونبضه كهربائيه. شوفوا مثال، مثلا كورو بهاد لو سونس، يعني باش ندوزوه من لي طابلو كي لي طاباسو خاصو تجي واحد لا كوموند فهاد لا كاشيت ضروري ومؤكد. واخا ندوزو مثلا الكورونا فهاد الاتجاه كنعطيو امبلسيون بتبعت الحاجه تكون بوزيتيف، نعطيو الامبلسيون نحيدوها ما كتبقاش يعني مستمر، صافي هو تحل وبقى مدوز ما فيش مشكل. امتى كنقطعوه عليه لو كورون باش يدوزنا من لي طابلوكي لي من لي طاباسون عفوا لي طابلوكي، عندك جوج ديال الحوايج، يا اما كتعطيه كورو فلانفيرس هاد الاتجاه طبيعي الحال يكون نيجاتيف، هذا الشرط الاول. والشرط الثاني تيقول لك القيمه ديال الكورونا خاصو يوصل تقريبا الى 0.3 او 4، يعني قيمه تقارب الصفر ماشي صفر. يعني هنا عايز من ليطا باسو ليطا بلوكي. نشوفوا واحد الاورغان اخر، واحد الكومبوزو هو دياك، هذا هو الرمز ديالو. شنو تيدير هاد دياك؟ دياك هو واحد ميلونج ديال جوج ديال التيريستورات، اجي تشوف راه التيريستور فيه جوج مي ماشي نفس الدور كيدير. لا دياك تيقول لك عندي واحد الشرط، لا بغيتي ندوز لك انا لو كورو او لا طونسيون خاصها توصل لي واحد لا طونسيون دو ساتوراسيون. مثال يعني على حساب داباشيت ديالو، مثلا سي بوزون 8 فولت خاصك توصل ليه لا طونسيون حتى ل 8 فولت صافي ولي باسو، ولا نزلنا على 8 7 يدوزها، 6 يدوزها، 5 يدوزها، 4 يدوزها، 3 يدوزها. هو المهم الاساسي عنده في الاول خاصك تعطيه لا طونسيون ديال ساتيراسيون باش يتساتيرا، من بعد واخا دوز له تعطيه لا طونسيون اللي عطيتيها ليه كيدوزها، حتى لهنا ما كاينش مشكل. الا بغينا ندوزو في هاد لو سونس هاد الكورو في كونتر سونس، يعني نيجاتيف، هنا خاصنا نعطيوه لا سويدو طونسيون تكون نيجاتيف ناقص 8 فولت. عطينا 8 فولت ساتيرا، عطينا ناقص 7 ولا ندوزها ناقص 6 دوزها ناقص 5 فولت دوزها. والمهم الاساسي عنده تعطيه لا سويدو طونسيون في الاول، يعني كيدوز المرحله ديال لا ساتوراسيون، يعني كيتشبع تيولي يدوز. نشوفو لورغان الثالث او كومبوزو الثالث اللي هو الترياك، هذا الرمز ديالو هو دياك وزادوه واحد لا كوموند كاشيت. شنو الطور ديال هاد الترياك؟ الترياك يدوز دو سونس، يدوز فهاد لو سونس و يدوز فهاد لو سونس، ولكن تعطيه واحد لامبلسيون. الا كان باغي دوز لام يعني لو كورو بوزيتيف، مثلا هذا هو البوزيتيف وهذا النيجاتيف، خاصك تعطيه امبلسيون بوزيتيف. الا بغيتي دوز لو كورو فهاد لو سونس ديال النيجاتيف خاصك تعطيه امبلسيون نيجاتيف. لهنا واضح. ندوزو نشوفو التجربة، عندنا ان غراداتور ديال لا ليميير، كاين جينيراتور انترناتيف لومب 220 فولت 100 واط 50 هرتز 220 هذا بهذا الشكل، واحد ريزيستونس فاريابل فوالا، ان كوندنساتور بولاريتي
بعدا نشوفو واحد الدور ديالو. نمشيو لهنا ناخذ ترياك ترياك بحال هاد الشكل. ناخذ بحال هاد الشكل فوالا. وهادي بطبيعة الحال كاين هنا مكاينش كونتاكت باش تميزو فوالا بحال هاد الشكل. ال لو كورو مي كيدوز في هاد السيركوي انتيغري يعني مكاينش امبيلسيون هنايا دونك غادي يدوز الكورو في هاد الاتجاه غادي يشارجي لنا واحد الكوندوساتور. هذاك لو كوندوساتور خاصو واحد المده ديال الشارج والديشارج اللي هي العلاقه كتقول لك 5 طون اللي هي تي ايتيغال ار فوس سي اللي هي ار هي ريزيستونس اوميك. هنا كوندوساتور اللي هو عندو ميكروفاراد كاباسيتي ديالو. كما هو معلوم ان هاد لا ريزيستونس كل ما كبرت كل ما هاد لا الكوندوساتور كياخذ واحد الوقت فاش يتشارجا ويديشارجا. ناخذ لوسونس بوزيتيف وناخذ نيجاتيف مي كيتم دايز الكورو هنايا كيهبط كيبدا يشارجي هاد الكوندوساتور. هاد الكوندوساتور خصو واحد الوقت يعني ما يطلع لك لا طونسيون هنايا حتى ياخذ هذاك لا طونسيون. ملي كتوصل مثلا 5 فولت ترياك كيولي يدوز لو كورون كيولي تحاول من لي طابلوك لي طاب باسون. كما كنعرفو لو كورون داير بحال هكا سينيسويدال على هاد الشكل. وهادي كتسمى لونغل دامورساج هي اللي نهضرو عليها دابا. علاش كيبقى هو يفاري لا ليمير يعني كنبقاو نتحكمو في الاضاءه ديالو بعد لا ريزيستونس كنتحكمو هنا اول حاجه في هاد لونغ دامورساج اللي كدوز في هاد الترياك. غنشوفو مثال تفهموه. يعني هاد الترياك تيقولك انا ما ندوز حتى توصل لي 5 فولت 5 فولت يلا شدها هو هنا يعني لونغ دامورساج يعني هنا فاش خدات البوله ديكليراج وهنا فاش خدات ليكليراج في النيجاتيف والبوزيتيف. هنا كيما قبل زيرو هنا تقريبا زيرو امبير وطالع طالع 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 حتى الماكس. هنا الماكس هنا يلاه خدا النص ديال الموجه هو هنا في شعل والنص الثاني طفى. وهنا في النيجاتيف كدير لكم مثال النص طفى فيها والنص شعل فيها والميني ماكس ميني نيجاتيف وهنا بوزيتيف. يلا دابا ملي كيدوز الكورون كيرجع في لانتر كيرجع ديال النيجاتيف كيولي يرجع من هاد الاتجاه. هاد الاتجاه خاص الكوندوساتور يولي تشارجا يتشارجا نيجاتيف خاصو واحد الوقت. هاد الوقت يعني ضيعو كامل يلا خلاك الطونسيو دوز في هاد او الكورون في هاد المرحلة هادي لونغل دامورساج. هداك الشيء علاش كنبقاو نتحكمو هنا في لا ليميير ونزيدو نقصو فيه. هنا كنتحكمو في الأصل في هاد لونغل دامورساج لونغل دامورساج. مين باش يتفاداو هاد المسألة باش يبقى يعني خصو واحد الوقت عادي يبقى يطفى ويشعل زادو هنا واحد كور زادو هنا تاياك بهاد الشكل. كيف ما كنعرفو هنايا كيف ما هضرت لكم اللي في الاول في الاصل ديال هاد داياك داياك خاصو حتى يوصل للطونسيو ديال لا ساتوراسيو عادي يدوز يعني في هذاك لو طون اللي كيتشارجا فيه الكوندوساتور كيتم طالع 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 حتى كيوصلو مثلا
خمسة الفولت يلا هو كيدوز لو كورو توت سويت هادي في البوزيتيف ومي كيرجع في النيجاتيف خاصو خاصو يرجع حتى يوصل ناقص خمسة فولت عاد كيدوز هاديك التونسيون هنايا يعني كي كوموندي الكورو باش يدوز هنا الكورو كيدوز بحال هاد الشكل بحال كيجي من غادي هنا من الزيرو كيطلع لخمسة ديريكت مكيبقاش واحد الوقت هنا باش كنتحكمو في لا ليميير وهادي هي هدا هو كرادطور لا ليميير. كنتمنى يكون الشرح مبسط والطريقة اللي هدرت معكم بها طريقة سلسة. كان معكم مراد الشرقي من قناة عالم الاختراع. كنشكركم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء إلى حلقة قادمة إن شاء الله.